السلام عليكم. دلوقتي هنشوف طريقة لرسم الهرم. هاجي من الاركتكشر واقول له كومبوننت واقول له موديل ان بليس، وابدا اختار اي حاجة من الكاتيجوري اللي موجودة، وسهل ان انت في اي وقت تيجي هنا وتعدل الحاجة اللي انت اخترتها. طيب انا هاجي هنا اقول له ان انا عايز اعمل سويب، وابدا اختار سكتش باص وابدا ارسم السويب بتاعي، ممكن على شكل مربع مثلا بالشكل دوت اهوت. اوكي طيب، انا بس ان انا ابدا ارسم البروفايل بتاعي، فممكن تختار الايست او الويست زي ما انت عايز بالشكل دوت، وممكن بعد كده تقول له ان انت ترسم مثلا اهو من هنا، مثلا هتقول له دي هنا مثلا 8000، وبعد كده تبدا تطلع وتيجي هنا بالشكل دوت، وهقول له اوكي اوكي وتعالى نشوفها في 3D. هيظهر معانا الهرم بتاعنا بالشكل دوت، ادينا له المسار وبعد كده ادينا له الشكل مثلث يبدأ يمشي فيه مع المسار دوت، فينتج لنا الهرم بالشكل دوت.